بالقرآن اهتدي في رحمه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتاي أسلمت روحي للإله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى أن الجميع بصحة وعافية. نلتقي في سلسلة في مواصلة السلسلة لتحضير دروس البكالوريا لمادة العلوم الطبيعية والحياة. تطرقنا في الدرس الماضي إلى التذكير بالمكتسبات وإن أين عرفنا أين أن النواة هي مقر المعلومة الوراثية وأن النواة بها الأديان. الأديان هو الدعامة الوراثية أو الدعامة المعلومة الوراثية وأنه يتكون من مجموعة من المورثات وأن كل مورثة تعبر على بروتين. أين عرفنا ثلاث تعاريف: التعبير المورثي ومفهوم المورثة والدعامة الوراثية التي هي الأديان. اليوم بإذن الله سنتكلم مواصلة في الدرس الثاني وهو مقر تركيب البروتين. هذا هو درسنا اليوم. إذن تعرفنا وعرفنا سابقا أن الخلايا لها القدرة على تركيب البروتين الذي يشكل النمط الظاهري للفرد على مستوى الجزيئي والخلوي والعضوي. أي على مستوى الجزيئي قلنا أنزيمات، الخلوي على مستوى الخلايا، والعضوي قد يكون نمط ظاهري متمثل في لون العينين أو أشياء أخرى. هذا بالنسبة للتمهيد. إذا كان تركيب البروتين أو الخلايا لها القدرة على تركيب البروتين، نعلم أن الخلية كما تطرقتم لها في السنة الثانية ثانوي فيها مجموعة كبيرة من العضيات. فأين الإشكالية هنا؟ أين أو ما هو مقر تركيب البروتين داخل الخلية؟ فمن خلال ما تطرقت إليه في الدروس السابقة أتمنى أن تعطي لنا مجموعة من الفرضيات. يعني في رأيي قبل ما أقول أنا الفرضية المقترحة، فكر معي في رأيك ما هي أو ما هو مقر تركيب البروتين. فكر معي ما هو مقر تركيب البروتين. درستم الخلية في السنة الثانية، درستم مختلف العضيات المكونة للخلية، فما رأيك أو ما هو رأيك في حول مقر تركيب البروتين؟ رأيك أي تقدم لنا الفرضية، قد تكون صحيحة وقد تكون خاطئة. طيب أتمنى أنكم وضعتم فرضية في رأسكم أو اقترحتموها. الفرضية المقترحة والأكثر قربا ربما يتم تركيب البروتين داخل الخلية على مستوى الهيولة. قد واحد أي واحد الآن يستطيع أن يقول على أي أساس أي إنسان دقيقة أي إنسان قادر إنسان الآن يقول على أي أساس قلت هذه الفرضية؟ يعني الفرضية لا يقول الإنسان اعتباطا أو عشوائية، وإنما يعتمد على مجموعة من المعلومات، مجموعة من المعارف، ويقترح من خلالها الفرضية التي يراها أقرب حلا للإشكالية. لأننا في الدرس السابق رأينا أن البروتينات المتشكلة كانت في الهيولة، ولو أن الوثيقة وثيقة تخطيطية، ولكن أوحت ربما توحي بأن البروتين يكون داخل الخلية. إذن الآن أمامنا أننا علينا أن نثبت صحة الفرضية المقترحة. هل فعلا البروتين يتم تركيبه داخل الخلية على مستوى الهيولة داخل الخلية أم في مكان آخر؟ هذا ما سنعرفه بإذن الله عبر حل الإشكالية ودراسة مجموعة من الوثائق والتجربة. من خلالها بعد التحليل والتفسير والشرح والمناقشة يمكن أن نخرج بمقر تركيب البروتين داخل الخلية. بداية سنتطرق إلى العنوان الأول: إظهار مقر تركيب البروتين، وبالتالي سنتكلم على التجربة. ركزوا معي في التجربة. من أجل معرفة مقر تركيب البروتين داخل الخلية تم حضن خلايا عنقودية للبنكرياس.
تذكروا معي، الخلايا العنقودية هي الخلايا المفرزة للأنزيمات. قادر واحد يقول ما علاقة هذا بهذا؟ يعني نتطلع في الغالب لما نحب أن ندرس البروتين، ندرس أو يدرس العلماء الخلايا التي يكون لها نشاط كثيف في صناعة البروتين، من بينها الخلايا البنكرياسية، خاصة العنقودية، لأنها دائما خلية تفرز البروتينات والأنزيمات التي تشارك في عملية الهضم. طيب، تم حضن هذه الخلايا، أي أننا حملنا هذه الخلايا ووضعناها في وسط يحتوي على أحماض أمينية، أي أننا أتينا بخلايا ووضعناها في وسط، الوسط به أحماض أمينية، تلقائيا الأحماض الأمينية سوف تدخل إلى الخلايا. ما هي علاقتها؟ الأحماض الأمينية هذه هي أحماض أمينية مشعة أو موسومة بعناصر مشعة. لماذا درنا بالمناسبة لماذا نجعل أحماض أمينية مشعة؟ من أجل تتبع مسار الإشعاع، لأن الأحماض الأمينية هذه هي التي تدخل في تركيب البروتين. إذا تذكرتم في الحلقة الماضية، حمض أميني مع حمض أميني مع حمض أميني، مجموعة من الأحماض الأمينية ترتبط فيما بينها وتشكل لنا البروتين. فلهذا أتى العلماء بأحماض أمينية مشعة وتتبعوا المسار. أين يتجمع الإشعاع؟ معنى هذا أن الأحماض الأمينية تم تجميعها مع بعضها البعض من أجل تشكيل البروتين، ومن خلاله نستنتج من خلاله مقر تركيب البروتين. طيب، تم حظن خلايا البنكرياسية في أحماض مع في وسط يحتوي على أحماض أمينية موسومة بعناصر مشعة. بعد 3 دقائق وبواسطة تقنية التصوير الإشعاعي الذاتي، أي تصوير الخلايا، يتم الكشف عن مواقع البروتينات المشعة والنتائج موضحة في الوثيقتين 1 و 2. دقيقة، النتائج موضحة في الوثيقتين التاليتين، اللي هي وثيقة 1 والوثيقة 2، نجدهما أيضا في كتاب المدرسة. الوثيقة 1 كما نلاحظ هي للخلية البنكرياسية، بحيث ركزوا على النواة، وهذه شبكة هولية محببة، وهذه حويصلات إفرازية. الإشعاع كما تلاحظون يتمر، كما نلاحظ أن الإشعاع تركز هنا على مستوى الشبكة الهولية. هذه الملاحظة أيضا، النتائج موضحة في الوثيقتين. من خلال ملاحظتك للخلية هنا وهذه المنطقة التي هي الشبكة الفعالة، ومن خلال الصورة الثانية الموجودة هنا، صورة بالمجهر الإلكتروني لجزء من خلية حيوانية معالجة بتقنية التصوير الإشعاعي الذاتي لإظهار مواقع البروتينات المشعة المتشكلة حديثا انطلاق من أحماض أمينية موسومة، نلاحظ هنا الإشعاع على مستوى هذه الجزيئات الدقيقة كما ترون. والذي لم يركز جيدا أو لم يعرف معنى هذه الصورة، بإمكان الاستعانة بهذه الصورة أكثر، ويحاول أن يستخرج الملاحظة، ما هو لاحظ، ماذا لاحظ، وخاصة الملاحظة فيما نحتاجه نحن، وهو حول تواجد الأحماض الأمينية المشعة أو مكان ظهور الإشعاع. طيب، الآن الوثيقة ما زالت موجودتان أمامنا كما تلاحظون. طيب، ما هي الملاحظة التي يمكن أن تلاحظها من تحليل الوثيقة؟ لاحظ معي جيدا، حاولوا أن تفكروا. لو الوثيقة، هل وجدتم الآن الملاحظة؟ نعم، الملاحظة هي من تحليل الوثيقتين نلاحظ أن تمركز الإشعاع يكون على مستوى السيتوبلازم، بالضبط على مستوى الشبكة الهيولية الفعالة أو المحببة، بالضبط يكون على مستوى الشبكة الفعالة المحببة. لكن دقيق، نعم، نحن لاحظنا أن الإشعاع متمركز على مستوى الشبكة الفعالة، والشبكة الفعالة موجودة على مستوى السيتوبلازم. لكن نريد تفسيرا لهذه الملاحظة، أي ما هو تفسيرك لتجمع الإشعاع؟ حاول أن لماذا تجمع الإشعاع؟ حاول أن تفكر معنا، حاول أن تجد الحل لهذه المشكلة. طيب، هل وجدت الحل؟ إذا كان نعم، 10/10، جزاك الله خير، ممتاز. إذا كان لم تجد الحل، طيب، الحلقة القادمة مش مشكلة، يعني ليس دائما نأتي بالحل الصحيح، وبالمقابل لما نفشل لا تعني أي شيء، فهذا هو الطريق، طريق النجاح.
لا تنسى دائما أن طريق النجاح يحتاج منك إلى مكابدة وإلى سعي. تفسير الملاحظة: نفسر ذلك بأن تجميع البروتينات بشكل بقع سوداء نتيجة الأحماض الأمينية المشعة الداخلة في تركيبها فقط. تجمع البروتينات المشعة لأن الأحماض الأمينية تدخل في تركيب هذه البروتينات، والأحماض الأمينية مشعة، حمض أميني مشع مع حمض أميني مشع مع حمض أميني مشع، مع عدد ضخم جدا من الأحماض الأمينية المشعة التي تدخل في تركيب البروتينات، وبالتالي تشكل لنا بقع مشعة، وهذه البقع هي عبارة عن البروتينات. هذا بالنسبة إلى تفسير الملاحظة. إذا النتيجة المستخرجة هنا حول مقر تركيب البروتين ما هي في رأيكم؟ نظن يعني أصبحت واضحة، واللي هي أن يتم تركيب بروتين عند حقيقيات نواة في هيول الخلية بالضبط على مستوى الشبكة الهيولية الفعالة. منين؟ بواسطة الأحماض الأمينية الناتجة بعد الهضم. هذا بالنسبة إلى النتيجة، وبالتالي نكون جاوبنا على الإشكالية وتأكدنا من صحة الفرضية التي كانت تقول ربما يكون تركيب البروتين في عند حقيقية النواة في هيول الخلية بالضبط. قد يسألني واحد: لماذا قلنا عند حقيقية النواة؟ نعم، لأن بدائية النواة شيء آخر، وسوف نتطرق له ربما في نهاية الوحدة أو شيء من هذا القبيل. طيب، إليك تقويم آخر الدرس، إليك الوثيقة التالية، اكتب عليها جميع البيانات موضحا العضية التي يتم على مستواها تركيب البروتين. ستجدون في الأسفل رابط الصورة. فأتمنى أن الحل البيانات يكون في المجموعة الموجودة في الفيسبوك منتدى تحضير البكالوريوس. ستجدون أيضا رابط المجموعة في فيسبوك أسفل الفيديو. لا تنسوا أن تكونوا من أهل القرآن لتفوز في الدارين. طيب، هناك مشكلة تطرح بعد استخراج النتيجة، وهي مشكلة مهمة جدا وملفتة للانتباه، حاول أن تستنتجها معي. طيب، استنتجنا أن مقر تركيب البروتين يكون على السيتوبلازم، أو يكون في السيتوبلازم بالضبط على مستوى الشبكة الهيولية الفعالة. هل أنت قريب من الحل؟ ركز معي أكثر في الدرس، لا تفكر في الفيسبوك، حاول. هل تعبت؟ نعم. لا تتعب، لو سوقت التعب. دائما تذكر أن حلاوة النجاح هو تذوق طعم الفشل. طيب، في رأيك ما هي الإشكالية؟ سأساعدك قليلا. نعلم أن مقر المعلومة الوراثية هو النواة، صح؟ صح، المعلومة الوراثية هي التي تعطي لنا البروتين، ونعلم أن مقر تركيب البروتين هو الشبكة الفعالة. هل ساعدك هذا في إيجاد إشكالية؟ هل هناك حلقة مفقودة مثلا؟ نعم، أحسنت. الإشكالية هي إذن كيف انتقلت المعلومة الوراثية من النواة إلى السيتوبلازم؟ إذا كانت المعلومة الوراثية هي المسؤولة على تركيب البروتين، إذن كيف انتقلت هذه مش النواة، المعلومة موجودة في النواة والبروتين موجود في الشبكة أي في الهيولة، كيف انتقلت المعلومة من النواة إلى السيتوبلازما؟ بإذن الله الحل الإشكالية هو الدرس القادم بإذن الله. لا تنسوا حل التقويم، سوف نعرف في مجموعة الفيسبوك، ستجدون الرابط بإذن الله أسفل الفيديو. أيضا لمن يرغب الدخول في على المدونة، فيها الكثير من الأشياء المفيدة، في فيديوهات وملخصات، وربما سنضيف مجموعة من الفروض والتمارين ومخططات رائعة جدا أحسبها كذلك. وأي استفسار نحن في الخدمة، إما في المجموعة على في الفيسبوك أو أسفل الفيديو، والأكثر الأكثر مجموعة في الفيسبوك، ربما أكون حاضر أكثر. دعاءكم الصالح للوالد رحمة الله عليه، موفقين إن شاء الله. قناتنا التعليمية التحضير للبكالوريا، شعارنا دائما بالقرآن نحيا. وإلى اللقاء، وربي يجزيكم خير الجزاء، ولا تنسوا الاشتراك في قناتنا على اليوتيوب، ولا تنسوا أيضا إبداء الإعجاب.